اليوم وين المشكله اللي تعاني؟ وين انا صار لي زوجتي توفت صار يمكن 8 اشهر وسويت معامله مال تنزيل الراتب بس ينزلوا الراتب يعني مالها وحولوا اللي يعني بس الوريث هو اني ما ادري ينزلوا صار 3 اشهر كل ما اروح يجني شهر كل ما اروح يجني شهر هاي شنو المشكله؟ نزل الراتب بس ينزل الراتب مال المتوفت هي ينزل الراتب مالها هاي كل ما اروح اجني شهر كل ما اروح اجني شهر يجدونه غير هنا نراجع اي لا لا هنا اي مشوز هنا شغلنا كله هنا هم يرفعون يرفعوا التكريت ويجي كل ما يجي يقول اجر شهر كل ما يجي اجر شهر سامره اي والله اي والله لا ربة بيت اليوم بس تنزيل راتبها يسقطوه من عندها يعني سقطوه بس ننكي كارت هاي